السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع النيلة اللي نقف عند مشروع رائع، وهو مشروع إنشاء غابة استجمامية تكون بمثابة متنفس لسكان بلدية عين التين التي تقع في ولاية ميلا، واللي فيها عدة مجمعات سكنية مش بعيدة عن المنطقة تاع الغابة هذه، واللي ما تسمى يعني بالفرنسية الفوريري كرياتيف. إذن هذا المشروع الهام اللي يعني طال يعني الأمد تاعه كان متوقف لما يعني لسنين طويلة، يتم حاليا إعادة إحيائه وإتمامه. تبقى القضية الآن ننتظر من السلطات أن تساعد هذا المستثمر في إتمام مشروعه ولفائدة إذن العائلات الجزائرية. نترككم تتابعون يعني هذا المشروع، وللعلم أنه المشروع هذا الذي يقع بالقرب على ضفاف سد بن هارون إذن بولاية ميلا. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.